اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده في احسن الاحوال. نتمنى لكم تدوزوا نهار الحد احسن الايام ان شاء الله يا ربي. توحشكم بزاف. دائما ما ننساوش الجاليه المغربيه في المكان داخل الوطن وخارج الوطن. اخوتي البارح صورت واحد الفيديو ومعت بلوكا ليا التليفون، وبغيت نخوي الفيديوهات باش كمليت. اصلا ملي كنكون كنمونطي هذيك ديال سميتو كتبغيش دير ليا المونطاج، مشيت كنخوي الفيديوهات كنمسح من الارشيف لداخل حتى تمسحوا ليا الفيديوهات كاملين. واليوم الحد قلت انا نصور واحد الفيديو، داكشي اللي درت غادي نشاركو مع المشاهدين ديالي. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه اخوتي. بلا ما نطرح لكم فيديو، هانتم هذا راه الدجاج بلدي معدار، داكشي علاش درتو في الكوكوت. هذا خيط قسمتو على جوج حيت كاينه غير انا بوحدي، وهاد الطريف هذا ديال الجنح شلت بصيله. عرفتي غادي ندير معاه الخضره كامله، هانتم خيزوه قريعه، ديك اللوبيا خضراء، بطاطا، غادي ندير الربيع، ها هو ندير هاد الفليفله حاره حتى هي هادي. المهم غادي نخلط الخضره كامله، غنجي ندير عطريه، غندير الخرقوم والبزار مليحه صافي، هادشي اللي غادي ندير اخوتي هنا. ونخلي الكوكوط تقلى، من بعد غنقي داك الخضره وداك الشيء. باش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف ولقى مشاهده ان شاء الله. المهم انا شاركت معاكم شنو نتغدى اليوم، داك الشيء بسيط خوتي. هانتوما انا درت داك العطريه اللي قلت لكم في الاول الفيديو، انا درت غير الخرقوم والبزار، هذيك الفليفله شلت بصيله والزيت. دابا غنخليها تشحر خليها تشحر، وعاد في نصايب هذيك الخضره اللي كاينه. انا كل الفيديو زوين حبله ما فطرتش بكري، ما فطرت حتى شي 11 عاد فطرت. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، صافي. دابا ديك البصيله نكملها انا، هذيك الفليفله راه كتزبر، ندير شويه د الماء سخون ونروي به الدجاج. الكوكوط ديالي راه شديت عليها تطيب، غنقيت هاد الخضره هانتوما، خلطت كلشي، خيزو، بطاطا، قريعه، هاد المعدنوس، هاد المعدنوس هانتوما، الكوكوط راه كتسكر، وصافي. هاداك الدجاج بلدي خصو يطيب شويه عاد باش ندير الخضره، يكمل الطياب ديالو مع سميتو عاد مع الخضرة. مع هادشي هاتي الخيزو كيفاش قطعتو، قرايا هاديك قرعة قطعتها على جوج وقسمتها على النص. إيوا كلشي هادشي خضرة على نزيناتها. هاد الربيع ندير ليه بحالك، وحيت غنقطعو تندير الخضرة باش نقطع هاد الربيع، راه غسلتو عاد باش درتو هنايا، ندير ليه الراس، الراس قطع رقيق، شتي داك الحرقة بقات لي في يدي. خوتي هانتم بعد ما طاب هاديك اللحم شويه، حيت قاسح الدجاج بلدي كيكون قاسح، نقول غندير هاديك كلها في طبقة وحدة. رايقه وغادي نزيد هاد الحاره هادي، نزيد شويه البوطه هاي هادي، ها
قتلت هذا بعد نقتل الكوكوت. انا درت الربيع مقطع تاع الربيع مقطع في هذيك يدي حتى بغيت نقتل الكوكوت والدار شاف لي شت الربيع باقي وانا عاد حليت الكوكوت عاد درت الربيع دابا غادي نقتل. خوتي ها انتم المريقه ديالي كيفاش جات كتخانت راه معلكه خضرا مخلطه هذيك الفليفله ها هي هنايا هي دارها هنا ها هي هذيك الفليفله الخضراء مابقاش كتبان كاع هانتوما غدا زوين خفيف على قد الحال متناول الجميع غديوه مخلطه بالخضره كلها وهادشي اللي كاين تاكلوه بالصحه والراحه ولا ما كنتوش نتوما راه ما كاين والو ما نقرب ليكم بيضا. البارح قلت لكم صورت فيديو مخير ولكني ما كتبش نمشيوها فين مكتب الله مشاليا قلت دابا ندير هاد المريقه نشاركها معاكم وهادشي اللي كان اختي اخوتي انتم بحال اختي بحال اخوتي اخوتي وخواتاتي وشكرا بزاف على الكومنتات الله يحفظكم تنشكركم بزاف يلا باي باي بسلامه.